مرحبا في الحلقة الثانية. طبعا ما قدرت انا انتظر واشوف الفيدباك واسجل حلقة ثانية. لا الحلقة هاي باك تو باك، سجلت حلقة ورا حلقة وأباكم تشوفون الحلقات هاي، لان اللعبة صراحة فرش وجديدة وتستاهل، ولعبة أوستريف. ويلكم تو الحلقة الثانية. طبعا كنتوا معي انتو، سوينا قارب، سوينا مصدر اكل، سوينا هالامور، بس طبعا اظني متأخرين شوي. فالحين لحين شهر اثنين، على اخر شهر اثنين، ومتى بيخلص الموسم هذا؟ مش قادرين نتحرك، ما نسوي شيء، بس انا خوفي هذا الغابة يوم بتخلص ما يزرعون مكان الغابة شيء هاين، ولا كيف؟ ولا بس خلاص يعني الغابة تخلص لازم اجيب من مصادر ثانية نفسه هني؟ كيف مش مشكلة بسوي جسر يعني، بس بعدين بيستوي درب شوي، بس اظني قريتنا بتستوي ضخمة. بدا شوف ما حلال الجرافيك قام يخلص. انا اظن اللي فهمت ان اللي يسوي هاللعبة شخص واحد على فكرة اللي مسوينها. فالصراحة هذا جهد جبار، اللعبة يبالها وقت. اللعبة صراحة من الالعاب الحلوة للحين، يعني العاب وايد حلوة. خلنا نشوف الحين شهر اثنين اذا المزرعة جهزت بيكون خير وبركة، اذا ما جهزت ومصيبتي مصيبته. بنسوي فريج هني في حال ان ناس زيادة يونا، وهاي المعلة خلهم بعدين. البيوت شكله ما بتوقف اللعبة هاي، بيكون صعب ان البيوت تتوقف. هذا الصف يمكن اسوي صف وراء، بس الغابة تخلص. وين كلام مالينا هني؟ في شغر حق واحد وانا طالب قارب منه، وبعد ما ياب القارب اظني قاعد يبنيه اذا ما كنت غلطان. ابو ابني السوق الحين، السوق بيكون هني، بس متى بيبنون الجسر مالي؟ انا حاطنا اول شيء، بعدهم ما بده يبنون الجسر، لازم يبنون الجسر. الموس لا تستهبل، لازم يبنون الجسر. طريقة التجارة في اللعبة قديمة شوي، يعني موارد بموارد اللي انا فاهم منه للحين، يمكن يتغير الوضع بعدين. تقولون ما قلت لكم، يعني انا عندي الحين يقول لي خشب، عندي مسامير، عندي طين اقدر، واللي هو الصلصالة هذه يسمونه اللي يبنون فيه البيوت، ممكن اتاجر فيه مع احد ثاني. انا قررت الحلقة الماضية اني انا اسوي هني، بس شكل الجسر بيطول وايد، فاتصور يمكن حطيت ريد ديبوت شوي. احس ان القرية فوضوية عندي استوت شوي الصراحة، القرية بتستوي شوي فوضوية. وين بحط المزارع؟ انا حطيت المزارع هني لان اظن لازم نحط المزارع بعدها. زين هاي بتكون شكلها هني خلاص، بس ما روم اوصل، هاي متعود على فصل اسكيب، ما روم اوصل الا اذا الجسر انبنى. هاي اللي يبون سمك نحن ولا ما يبون؟ باش تبيعين سمك على العالم يا حرمه، بيعيها. وينها وينها؟ شو سمك؟ واو بوك ملوخيه، شو ملنخخيه يوسوكو بوكو. ما في رينيم نقدر نعد نسميه نحن مثلا؟ ما اشوف رينيم. صارت البيت شكله ما عندها شغل، راحت البيت. سمك ما عندي شغل الحين، كل هالشغل طالبينه منكم، ما في حد، ما في ناس شكله بعد عندي. انا ما عندي العدد الكافي، انه خلنا نطرد هذا، خلي يصير يسوي شيء ثاني. اوكي وبسكر الوظائف هني، قاربين عندي بالضفيع يعني. احاول اخليهم يجيبوا لي اكل. وبالمسامير كم مسامير عندي؟ عندي 700 وشي مسامير، ما ابغى زيادة. اوكي اللي هي هني 48 مسمار، لا هذا بحتاج على شكلي. تعال 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 سو 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 مسامير، غيرت رأيي سو مسامير تعال. وعندي اثنين في الخشب، وهاي السمك قاعد يجيبون. اظني اذا توفر اكل اكثر بيكون الناس اللي بيون اكثر. لان الحين شو المشكلة؟ نت انف فود فور سيل. عندي مشكلة مع العالم انه ما عندي اكل كافي اني قاعد ابيع عليهم.
لا مش كنت كل العاب تقريبا لما هنو اظني زراعه شو رايكم تقول مصدر اكل ثاني في المزرعه فيليج هاوس مشكلة ارجع ورا انت نتخلك اخر شيء انت تعال قدام نبغى مزرعة قبل زين وين كل عمالي انا عمالي وينهم يعني انا عندي ناس مفروض في يقول لك 5 يدورون وظائف زين لوكينج فور ليبرز هني من مداوم زين وين هم اللي يدورون وظائف زين ليش ما يبنون هاي اذا هم يدورون وظائف يعني اوريدي شهر 5 وما سوينا المزرعة بسببهم هاي مشكلة ثانية اظني مني ان اكل كفاية بيون الناس زيادة الناس قامت تي شوف هاف شو جاي بالعربة هاي عقوب روح سوى عندي 20 واحد اوكي 20 واحد زين يبالهم بيوت 20 واحد يبالهم بيوت ليش ما حد يبني المزرعة اوكي بدي يبنون المزرعة اظني وايد متأخر على الموسم بندخل في نص الحر وما اتصور مرون مزرعة شيء بس بنشغل الحريم بنشوف اذا الحريم يقدرون الحين يتابعون مع المزرعة علينا الشتاء زين على الاقل نشغلهم ما يتم عندنا احد فاضي وبنسوي السوق عقبها انا حاط انا بعد المزرعة دايركت looking for labors again ما عندي عمال وين العمال مالي ما في حد عندي 2 هني عندي 1 هني شوف الناس توتال 34 محتاجين وظائف open jobs اوكي عندي وظائف مفتوحة بس ما عندي اكل اظني ما في بيوت يقول المشكلة ما بأدخل في متاهة ثانية واللي هي سالفة عمال لأني لو خسرت ناس هالشتاء بيكون وايد صعب وظني ما بيجون إلا إذا في أكل أتصور في عمال فاضيين الحين أنا خاطري أعرف وين يروحون 5 حريم يدورن وظائف مو بريايين يعني عندي 5 حريم حق المزرعة بس الا اذا زاد عدد السكان عندي فالريايل اصلا عندي نقص انا فيهم لهالسبب انت الحين اوقف مسامير خلنا نشوف يمكن يجينا عامل هني زيادة لان عندي مشاريع وايد انا مستقبلية امتداد وما بقى ونحن اصلا شهر 7 وما بقى اوصل شهر 11 وانا مش مسوي بزنس ولا مش مسوي بالاحرى مزارع واكل عنده 8 هني عنده 2 شي سمك هني عندها سمكة تبيع 0.9 اوكي نبى شي مستدام حق الزراعة نبى شي مستدام فهم الحين فضيت واحد من هني كم مسمار عندي 48 اتمنى يكفي لاني ما قاعد ابني شي ثاني بس ابا هني هذا الجسر حق السوق هاي جزيرة بروحها والله حلوة هاي امتداد عليها يمكن اسوي جسر ثاني هني هاي لوين يصيدون قريب ولا بعيد سؤال يصيدون قريب حلو يا راعي المزرعة عجل يا انا الشتاء ولا بنيت المزرعة بين الشتاء وبيبدون الناس يطلعون مرة ثانية ونحن يلا بدينا حصلنا 20 نفر نبغى نسوي مزارع يلا عجل بس شوفوا الشوارع كيف استوت ها خلينا نحط لهم كراسي الحريم وين بنش خلي احط كراسي سوالف فرجان أولية حد يعرف السوالف هاي يحطون كراسي عند البيوت يقعدن الحريم يسولفن كله حش
يمرون من ورا ما خرب الشارع ولا حطيه على الشارع. لا انا حطي البنش هني، بحطي لهم هني بعد كرسي. هاي اللي يبون كرسي، ما حد سكن هالبيت. شو شكل هالبيت؟ هم ويونا وايد مو في الشارع. حطي لهم كرسي على الاقل يسولفون. حطينا لهم كرسي والله قاعدين الحريمة فاضية شغل لهالسبب. خلصوا من زرعتي على اساس نتفيق حق الحريم، تفيق لهم وتسوي لهم مصدر اكل. زين عندنا اثنين هني يبون سمك، في سمك سمك في بس ما يوصل هني. زين لو سوي مخزن اكل، لو تذكرون لعبة اظني كاسلز اند كينجدمز، كينجدمز كانت نسوي مخزن اكل لازم حق الشتاء. الحين الشتاء الماضي انا اشوفه مر على خير، يمكن اغسل لي واحد ولا اثنين غير هالشتاء هذا، بس ما ابى. لهالسبب بسوي مصدر اكل، مصدر الاكل هذا بيجيب لي ناس، وابني وراه الثلاث بيوت اللي بانينها. ابى اوصل تجربة 30 واحد. اتصور تجربة 30 واحد ممكن يكون ممتاز، بس هنا حلو الشوارع والله عيبتني. لا تقولوا لي ليش، بس انا عيبتني الصراحه. بنحطي لهم هني بير ماي، لان فريج وما عندهم مصدر ماي صح، يحتاجون ماي صح. هني نحطيه في نص القرية يبنونه. اذا انا ما عندي عمال ابني هذا، حطي هذاك الحين ليش؟ سؤال جميل صح. شوف في فترات توقف فيها الشغل. الحين شغل النيل يبونه في 600 وشي هني، خلهم يروحون يشلونه. لان الحين المكان عجيب، يبغى اسوي له مكان عربات بركن، ثياب خشب عند هذا عقا شفتوا، وهذا هذا عنده خشب ترى، وايد خشب عنده. شنو ما عنده؟ يمكن يوم يجون الناس زياده اوظف واحد زياده في الخشب، واخلي واحد على المسامير وواحد يروح التريد. شو رايكم؟ ايوه الحين وركرز. اقدر احطي مكان بعيد، اخلي هني مزارع. لحظة بنسوي لا ما بقى اسمع حديني يقول لي هذا الباب بيطلع من هني بيدخل لنا هني. اوكي ماكس اوت بوت كم تو لونج، خلى 20 شكله رقم حلو. انزل هالشي يبغى الحريم. كم حريم عندنا مش موظفة؟ 3. بنحطي هني، بنحطي لهم مدير. انا ابو مدير، ما انا ابو مدير، نحن نروح ناقصنا عمال. اوف حريم على طول فل. اكتيفيت شو ويت، اخ خلص موسم الزراعة. اساين اذر كليك فارم تو اساين، لا ما ابغى فارم هاي المزرعة. بس الموسم خلص يعني، وظفنا حريم نحن وايد على ولا شيء الحين، بس مش مشكلة، على الأقل الموسم الجاي نحن مستعدين صح. فشو بسوي؟ بسوي عندها البيوت هني مزارع بالطول شكله، وين كان كان هني صح. اوكي بنسوي هني مزرعة، باب يكون هني، لأنه بسوي مزرعة ثانية. هنسوي 3 مزارع. اوكي لا يبغى له مسافة تو لونج، خلنا نسوي نفس الطول هذا 20 اوتبوت. 3 مزارع مو باحلى مزارع في العالم. سانو فلور، نبو بطاط بعد. الموسم الجاي، الموسم الجاي نشوف موسم شو بيكون، يمكن يكون منهم فايدة أكثر ما أتخيل. خلهم المزارع مشكلة عادي، ما يضرون أصلا. حريم قاعدات فاضيات، ما عندنا حد قاعد فاضي الحين. الحين بيسووا للجسر شهر كم نحن؟ شهر 8. خليني أوقف الجسر زين، وخليهم يبدون في البيوت على أساس مبيانا كم من واحد ونقوم نخسره. هيا
بنبني بيوت، بنبني بيوت وبنشوف المزرعة الموسم الجاي شو بيستوي فيها. هذا كم باقي فيك لي؟ هذا في وايد عادي، أموره طيبة، الطين أموره طيبة، حفرة في الأرض صير. بس يوم يخلص ما أعرف شو يستوي، بيكون حفرة فاضية ولا مكان ما منه فايدة، ما أدري، يبغى نستكشف بعدين. هاي أبغى أشوفهم في المستقبل والله كيف يستوون، أظن بيكون شيء حلو. خلنا أحط الشيارة هني صغارة، تقولون بيكبرون ولا مو بيكبرون؟ خلنا نشوف في المستقبل شو بيستفيد هنا. هاي حطيت 3 شجرات هني، شجرات 3، يمكن يكبرون يسوون مكان حلو في نص المخيم هذا. بس اول اللعبة كانوا ساكنين في خيم، اظني لان الشتاء راح اللي تم حرف، بعدين ما في حد ثاني. ويمكن الحين نواجه نفس المشكلة الحين على الشتاء اللي عقبه. خلنا نوظف واحد هنا، انا اخاف اوهق عمري واني ما اسوي الماركت، واخر شيء اتلعوز لان ما عندي حديد ولا مسامير اني اسوي السوق. فبسوي هذا بعد هذا، بدق عليكم تونيو، بخليه يبنون البيت هذا قبل، لاني احس ان هالبيت بيسد على الموجودين. اتصور هذا كم واحد فيه؟ عندهم بنية 3، هاي 2 3 4 ساكنين هني، 6 ساكنين هني، معقولة؟ ما تصور، ولا العمر هذا عمرها البنت، يعني هاي 2 3 هني 3 3 صغارية كلها. ها عمرها كم؟ 12. زين ياس يكبرون عيالهم حلو، قاعدين يسكنون في بيوت يتزوجون، واللي هو شيء ممتاز حقنا نحن. ها صديقنا ابو المسامير، نسوي مسامير حقنا، خلنا نسوي مسامير، خلنا نخلص الموضوع، نسوي مسامير، نسوي مسامير. الحين هاي المزرعة اللي ما منها فايدة الموسم ها، ما اعرف شو يسوون، رايحين ردين هاي، شو يسوون الحريم هاي؟ ما اعرف صدقون. بس المزرعة، بس زين انه بنبدا اول موسم، يعني اظني شهر 2 من يروح الشتاء بنبدا اول موسم خلاص. بس هذا ابغى يخلص انا الصراحه، شكله ما بيخلص بسرعه، صدق صدق ابغى اخلص على اساس ما حد يطلع من عندي. انا الهدف اني اجيب ناس، مش اني اطردهم برا كل موسم يروحون عني وارجع وعاني وسوي. انت عندك سمك؟ شو هذا ريزيرت 1؟ ايه محتاجين شيء حق تخزين لكل الشتاء. شوفوا عندنا وش كثر نحن سمك، بس ما عندنا مخزن سمك، ما عندنا مخزن سمك، هاي مصيبة صدق، بنحتاج مخزن سمك من الخاطر. المسامير هنا تخلص، بس في هني اظني لازم مخازن حق هالسوالف، وخليهم يبون موارد من المخازن. بس مرة مسوي شوارع كيفية يعني، اوكي الحين هم يسوون شارع وهم يمشون، بس ما اقدر احط شارع نفس ما انا ابه، موضوع ثاني، ما كفايه. يلا بني 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 بني، شوف كلنا الحين سنتريا هذا، بس ان عندنا نقص عمال مش طبيعي. توتال 26 بضايف، بس عندنا 16 واحد الحين، بس كبير 8 حريم 8 ريايل، والباقي ياهال. ترى ياهال ما يشتغلون، لازم تري عليهم كل سنة يكبرون. ها كم عمرها؟ 4 4، يعني هذه وين صارت اللي عمرها 12؟ هاي يمكن يمر عليها 6 مواسم في اللعبة قبل لا تبدأ تشتغل، يعني هذا لونج تيرم، يعني ها شيء على المدى الطويل. نحن قاعدين نربي صارية الحين حرفيا، قاعدين نربيهم في بيوتهم. بس الحين هذا اذا كبروا بيحتاجون بيوت صح؟ فرضا انها كبرت تبى تتزوج، يعني تبى بيت، يعني تبى اسماء اكثر، تبى شغل اكثر. يو يا الشغله، زين اقول لك انت، انا بنبي بيوت. اطلع اطلع خلاص، عندنا في الستور ها 700، ليه بخليه يشيل من عندك؟ سير ابني، لان الشتاء جاي خلاص، اوريدي احنا شهر 11 خلاص بيجي الشتاء الحين، وانا متوقع ان بيردون يطلعوا من عندي كم من واحد
وللأسف ما بحد يطلع. بس هذا الأمور تمشي، شو نسوي؟ هكذا هي الحياة. خلصوا هذا، سوون الجسر عقبه، بيكون الوضع مية مية. بس المش حلو مثلا هذا أنا حطيته بالغلط، ما روم أهدمه إلا إذا كان شو مكمل، يعني لازم أكمله ورد أهدمه. زي ما بأكمله أنا بأهدمه لأن حطيته بالغلط، تجبروني إن أنا أكمله، هاي مصيبة. ها معناه يمكن يتم هني لين 30 حلقة هني محطوط هذا ولا سوي شيء. وبهال اثنين أنا ما بأهدمه، لأن إذا هدمته معناه بياخذ عمال، والعمال أنا صراحة أباهم. يعني يا الله اللي عندي كميتهم مش مكفين صراحة، أبدا مش كفاية. أنا حبكت عندي إلا إذا أسوي تريد مكان الغابة هاي ولا مكان شيء. عندنا وايد خشب أطلع، بس إذا نقصنا خشب بني وايد خشب فيه. هاي الورق ده nothing to be done to do now. أوكي production limits، بس خلاص وصلنا production limit، خله يطلع يصير دور شغلة ثانية. نحتاج الحين كل شخص الحين موظفة، حتى لو يبنون هذا الحين ونلحق قبل خلص الشهر ونبني لنا التجارة، يوه بيكون فنان. شوف كيف يحطي فنان صراحة، جميل صح؟ شوفوا جاي، يوه شكله شيء حلو. هاي شو مسامير؟ هاي قواطي شو؟ أظن هاي المسامير اللي يستعملونها ولا أمور الثانية. زين هذا حطه ثانية وش لا هذا وين صار؟ لا لا قاعد يبني هذا، منو قاعد يبني؟ لا بصغير. اوكي في الشتاء وصل الشتاء، اوه استوى 23/1 وما حد طلع، عجيب. لا لا اوكي اوكي الحين الوضع قام يتحسن. استوانا 23 شخص في بيوت جاية، يعني نقدر على الشتاء الجاي نكون اكثر من 23 شخص، ويكون عندنا مزارع. اشوف الشتاء شو يستوي في الاكل، تم موجود كانت فشن وينتر. اوكي اعرف انك ما تقدر تسوي فشن وينتر، عمليا نروم فنشكم في الشتاء وردكم، بس خلكم استوى عندنا ناس. ما في شيء اسمه لكم فرجة، بروح اكسر سوي شيء. يعني تقول لي الحين تخنعنا ما في شغل، في شغل وايد بس ما تشتغلون انتو، فيكم كسل. مشكلة العمال مين فيهم كسل، هاي مصيبة الصراحة، جدا مصيبة مصيبة الكسل هذا، لأن ما داني الكسل. يلا خلصوا. بس كتوقيت اللعبة نوعا ما حسها واقعية، لأن البيت يطول لشهر ولا شهرين بنا، والفترة تطول وتقصر على حسب كم واحد قاعد يشتغل على البيت. ففيها الحسبة حلوة اللعبة، يعني في اللعبة الحسبة أنا عجبتني الصراحة زينة. وكيف انهم يجيبون الاغراض، يحطون الاغراض، بعدين حد يشتغل يبني في الاغراض، كلها شغلات حلوه. زين خلينا نحط لهم باركن سيارات، هذا مش سيارات هو اسمه كارت باركن، باركنه في هني ورا المدخل هذا. بس يبالنا حد يسوي الكارت بعدين، انا كنسلت لحظه وينك ياتي. زين كارت باركن خلي بركنون سمونهم هني، اروم اسوي اوردر صح؟ اربع. زين منو يسوي الكارت الحين؟ انا عندي حد يسوي كارت اصلا؟ خلنا نشوف منو يسوي الكارت. تناري لا بروديوس واغنز مدري شو بلت كارتس كاربنتري هذا. بس انا ما ببنيها طبعا الحين، لان انا ابني اللي هو اويل شوب. اوكي يسوي الزيوت حقهم. هذا معناه بنحصل منتجات ثانية نحن وايد، من الاكل وغيره وهاي الامور، بيكون وايد فرق. طيب الطريقة هاي بس لازم يخلصون الحين الجسر. من يخلصون الجسر بحطي هذا، وبنشوف نقدر نتاجر مع منو. كون التجارة شيء حلو. ايوه
need to remove 11 trees. اظن بيطول هذا. والله ما بنا ضخم صراحة، ما بخاطر واخذ فترة طويلة، ببني ورا البيوت هني حلو، وخلي يسوي لهم شارع من هني لين هني. بتقولوا لي بعد كل هذا ما سوى؟ لا مش عشان ما سوي، لان اتوقع ان هذا بيطول وايد، مش شوي، بيكون فترة طويلة. اول شي لين ينبني بعيد، ثاني شي يباله فترة لين يشلون هذا، وخاصة ان قصة العمال هني عساس يزيد البناء. عندي عندي مشكلة في الاكل، انا not enough housing، عندي مشكلة في البيوت مش في ال هذا. كيف الخشب قام ينزل؟ صح خليه ينزل مو مشكلة، بس عندنا معدل البناء قام يرتفع الحين. هي في تضحيات، اذا بشيل عامل من مكان وخليه يشتغل مكان ثاني، هذا معناه انا راح اضحي بعامل من مكان على اساس انتج في مكان اخر اكثر. لازم نحدد اهمية البناء اللي انا ببني. الحين كم بيت عندي انا؟ خبركم، 4 5 6 7 8 9، عندي 9 بيوت، بس محتاج اللي هو كاربنتري شيء اسمه، اساسا انت عربات بعد اساس اظن بيكونون اسرع. بس اشوف عندهم عربات، انا ليش ما يستعملون باركن؟ كل شيء هنا في اللعبة بالاوردر تقريبا. اذا بدينا نطلع بشوفهم الحين، هل اول ما بيبدا الموسم بيبنون بيزرعون ولا ما بيزرعون؟ طالبنا هني سان فلاور، طالب هني بطاط، بيكون زين لانه بيكون عندي انا شو مكان. اقول لحظة وين مكان تخزين الاكل؟ جناري هذا، ايوه فود ستورج، هذا ستاندرد تقريبا معظم الالعاب اللي اسمه هذا. احطيه هني في نص المدينة صح؟ سمك بي من هني يروح لين هني، والمزارع بيجون الاكل من هني لين نص المدينة، وبيستعملونه من هذا المكان. حلو ممتاز، عندي 300 وشي مسمار، اذا ما كفى عادي بوظف واحد بيسوي مسامير. بس الحين وش اللي خلي اقوره؟ انا احط تريدنج ديبوت، وهذا قبل البيت الاخير، لان اظن استوى عندي بيوت كفاية حق اللي موجودين. شو عندي ومن عندي؟ 2 حريم وعندهم دوامات. الرياي اللي كدهم كد، ترى نقول لكم الحين اي كدهم كد. ليس بدا يبني هذا وعندي هذا كله شغال لاني قدمته. اوكي اوكي سوري، ونسيت اني قدمته، بس انا مو ابغى هذا قبل، ابغى التريد ديبوت قبل. اللعبة يبالها شو وقت، يبالها صبر، يبالها مراعاة، يبالها حسبة. انا شوي جالس ابني بزيادة، اتعودت على هالعاب ضخم البناء فيها. هاللعبة شوي الواحد يبدأ فيها من صغير، من نص الخري ويبدأ يطور فيها. بس الحلو فيها الميكانيزم ولا الطريقة الميكانيكية اللي تشتغل فيها، ان كل شيء له شيء، مش اي دات شيء، لكن انه جميل الصراحة. ايوه نيوترنتس 100%، نيوترنتس 100%. زين حق بطاط وهذا، بس هذا بومب ما ادري شو هذا. فلو بعد ما اعرف فلو شو. ها بدو الحريم الشغل، نايس نايس، بدو يشتغلون ويسوون ويتعبون. بيرن ان شاء الله بيكون ناكل من هني بعد، بيكون شو جاهز، بيكون صديقنا هذا المخزن جاهز بعد. انت شو ناقص منك شيء؟ looking for builders، مش محصل حد يبني. استوى عندنا 27 شخص في القرية وكل حد مشغول ما شاء الله صراحة، يعني شغالين بكل أريحية. يعني بس يا الله طريقة قديمة صراحة،
مكان تجارة طرش حد مدينة ثانية يسيريب لك سامون تحسون تطالعون فيلم صور أوروبية شي فترة قديمة الفيلم فيلم تاريخي الصراحة تحسه ولا أنا أحسه ما أعرف إذا حد ثاني حاس شي ثاني اكتب لي تحت في الكومنت لا أنا حاس شي ثاني يا خليل جدين عادي عادي الأحاسيس مقبولة عندي في الشات أهم شي أن أحاسيس طيبة يعني وين أركض حطي لهم كراسي هني حطي لهم كراسي حطي لهم كراسي تجاب للشارع طالعين يطمشون على اللي رايح والرد تعال انت كرسي هني كرسي واحد بس على طول يلس هي مو عندك شغل looking for job هي روح ابني زين لا تقول لي قاعد ادور دوام وود وضع صعب خليني اوظف واحد ما عندنا خشب ما عندنا خشب هاي شو ناقصنا جروث ليش ما قاعد يكبر يمكن حطيت وايد مزارع اكثر من لازم انا ما اعرف ولا يمكن يحتاج شيء معين ولا تحتاج شيء معين الارض اشوفه قامت تنبت صح ولا هذا حشيش هذا حشيش ما حارثين الارض وين الحريم كلن اعطينكم فول ولا مدير ركب واحد مدير هلا نشوف مدير يسوي فرق ولا ما يسوي فرق هاي المحصول شو بيكون سان فلور هذا شو انا خاطري اعرف خل نزرع كلهم نفسهم من هاي نقسمها اخاف يطلع شي للعشاب اللي اشوف سيدي يطلع لي فلو هذا سان فلور نضيف هني خله فلو يلا نضيفه وخله مع البطاط خله ويت كله مع ويت قمح نبقى قمح اذا قدروا يسوون لنا شوف الحين شهر 4 يا الله الصيف كيف يمر بسرعة شو ناقصنا خشب عيب يا دموا الارض اللي عندكم عادي يعني مو مشكلة اهم شيء نحن نحصل موارد في غابات وايد انا اشوف على مد النظر يعني بس معقوله بس اهلك هذا كله زين ليش مو اوه صوره واحد يلعب كوره صح وهذا صوره شو ما اعرف وهذا ما ادري صوره شو لا بس يمكن ذاك بالحظ يعني كان عشوائي مش شيء عشوائي شوي احنا نرجع للقرية نقدر نشوف القرى الثانية ولا ما في شفت على الخريطة كانهم هني كم نقدر نمتد يعني على اللي اشوفه وايد نقدر نمتد مو بشوية الصراحة زين الحريم انتم ما عندكم شغل غير هذا وعندكم مدير ليش ما تشتغلون عدل ولا شكله مدير تعبان الصراحة هذا مش مدير اوكي ولا وقف الخشب خشب شي 50 ها لا تسوي لكم شارع يعني سوي لهم شارعين مش شارع شوف شارع من هني جاي وشارع من هني المكان استوى خربطة على فكرة ها خربطة بالقو اوقف المبنى ولا نو هاوسنج افيلبل لان انا ابى صراحة ناس زيادة اللي قاهرني ان في ناس مش قادر اشتغل ما اقدر اعينها ما اقدر اجبر اني حد يكون عامل مثلا وارتاح من الشغلة هاي اذا قدرت اسوي هالشي هذا بيكون شيء ممتاز بتخلص من نص الحشرة اللي موجودة ما اعرف الله اعلم انتو يالسين ها يالسين اعطيكم كراسي تتكاسلون انتو طيب شيل كراسيكم ترى حطي لهم شيرة عند الكرسي يلا هم منتهين ومنتهين يلا حطي لكم شيرة والله صعب الشيرة هذا كبر صح ولا هي ظني كبر كان اصغر اذا ما كنت غلطان بس هذا مسافة لان اتصور فهم شلون سمان انكم مسافة حلوة اوب اوب محصول قامي
يا شهر خمسة كم شهر توقعون محتاجين عشان نحصل محصول؟ ايش الشباب اللي هني 2.3 في الشهني 1.3 في الشهني. والله هو السمك الصراحة وايد سد من الاكل، بس الزراعة اظني دربة طويل وبنحتاج الجنري هذا اكيد لازم على اساس ان نخزن، لان اذا ما خزننا بتكون مصيبة. في جسر عنا على خلال يعني لو احتاجوا خشب يقدروا يجوا المكان اقرب، بس حلو الجسر على فكرة، في سيستم جديد تقولون مع السنين يمكن تغير. البنت اللي هنا كم صار عمرها؟ من صار 13 شوفوا بتكبر كل سنة سنة. هو صح الناس اصلا يكبرون كل سنة سنة يعني، لكن قصدي انا كلعبة يعني يبقى لها وقت تكبر مش كل بساطة. شو ما تمشي عليه باهم يخلصون وما يخلصون الهرم. كل هالناس عندي ناس ما عندها شغل وما يبنون تبت الان لان حريم اللي فاضيات عسبتي قرقرن. شوف هي انت تين هني تقرقرين ايه هذا فاضي يقرقر وياك. شوف شو هالاستهبال هذا، سير ابني قاعد تسولف في الحريم ريال وش كبرك ونحن محتاجين هذا، نبا نيب حديد نبا نيب شيء نبا. عندنا خمسة ايرون عندنا مسامير مش وايد، خلنا نوظف واحد هني خليه يسوي مسامير يطقطق على المسامير شوي، اظني بنحتاج مسامير بس هذا من بني. اوكي نيل ستورد اويتنج تريا كري بعد اثنين. تعال ها طينة هني ها وش كثر الطين لين تقول بس نقول امين خلاص يمشي بين الشير بعده وفي حيلة صراحة. تو العربة كيف تخطب في الشيرة سؤال. هذا الباركن الاول يا الحين بسوي لكم عربات زيادة بس انتوا لو تخلصون اللي عليكم بسوي كارفنتري. لحظة بنحطيه في الدور وينسر هذا صح يسوي بيلز كارتس واغون اند شي سمبل صح. هذا عند المزارع ما بحط المزارع الرابع انا هنا اصلا بخلي يكون هنا هذا اللي يسوي لنا عربات. بنشوف عقب شو وضعه بيسوي لنا عربات ونبركن هنا عربات ارتداد وكالة ممكن نحسن شوي ادائهم. خاف ان بعضهم يشل بيدة بعضهم يشل بعضهم يسحبه بعضهم ما عارف يسوي. خلنا نتأكد ان كلهم اوكي وضعهم في السيفتي. هذا وين يروح الدرب طويل سؤال؟ يدخل البيت هني شوف عنده طحين عنده بطاط عنده ماي ماي هني مكفي العالم. هذا مش ماي هاي شكله مكفي العالم الصراحة كل حد عنده ماي بس مشكلة كل حد عنده سمك بعده كل واحد عنده سمك وخشب زين السمك خدمنا يعني. ها شو سنة فلور شهر كم نحن سبعة يعني بيمدينا اظني لان نحن سويناه اول السنة بس يمكن هذا اوفر شوي ويمكن اني حطيت المحصول بس هذا شو الحين مفروض انه يطلع. انا والله نسيت شو كان اول شيء اظني قمح هذا بيكون زين. اذا عندنا كلها سن فلور بيحتاج حد يسوي الاويل منه صح. اشي ببالكم كلنا not enough food for sale. والله انا عارف انه ما في اكل فشو بسوي بضف واحد زيادة هني بضف واحد زيادة هني خلي يسوي لكم خارب ابو واحد هني قاعد يسوي خارب اذا في حد يا طبعا يسوي خارب لان ايوه وركر عمال هني. شو مكتوب اكسبورت ستاك اوف مثلا شو عندهم للتريد شو عندي مثلا مش وود
ولا فش فش محتاج فش بنقول ود زين. هذا شو حطينا ود الاكسبورت زين تريدينج بوست هذا الاكسبورت زين ماركت سلبت هذا حطيناه حطيناه بس هذا ما في طريقة استيراد ندق هني نو مانجر حطي مانجر سند مسنجر كوست 3000 دولار مسنجر از انهز وي محلا قاعد يتحرك شوفوا قاعد يتحرك رايح بيوصل بعد شوي distance 6 days بيوصل 6 ايام هناك شكله راكب خيل شوف هي والله صورة خيل هسه كفو راعي الخيل عندي الحين مثلا و 2 out of 2 for export انا اشوف شو بيستي فيهم offers يبون ابو حديد مثلا ما اعرف سمية وعشرين price per unit 12 ما ببقر الحين ما بطحين ابو حديد مثلا 12 برايس يونت 10 160 ديل اعطيهم ما اعرف شو سويت لكن بشوف قاعد يجمعون اكل هني مخزن صح حطي عامل هني نقصوا العمال عندي ولا شو نقصوا صدقون سعلوا مني شكله مو محصلين اكل كله ذابحنهم يوع ذابحنهم يوع اوكي يعني شهر اثنين ولا ثلاثة بدو شهر ثمانية يشلونه والله ممتاز هذا وين سعر اوكي يروحون يردون بس بعرف ليش زعلانين not enough food for sale ما اقدر اسوي اكثر ترى انا قاعد اصيد اذا انتم ما تسوي لي خوارب بتبدون تهاجرون يا الله الناس عندي بدأت تهاجر بسكر الحلقة شكله ما بطول عليكم اكثر وبشوف كيف مرة ثانية نقدر نستقطبهم لان كمية الاكل ناقصة ان شاء الله اذا عيبتكم سلسلة خبروني في الكومنت تحت اترى ايامكم ان شاء الله